الليلة مع نديم. الحزن يلف تنظيم الإخوان على حريق كنيسة في مصر، ولماذا يتجاهل بايدن فتوى الخميني بقتل سلمان رشدي؟ بدأت مصر بتشييع ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بالقاهرة الكبرى اللي بلغ عددهم 41 قتيل بينهم أطفال. الحادث المفجع أثار أسمى مشاعر التعاطف مع الضحايا بمصر والعالم. تخيلوا حتى الإخوان المسلمين تعاطفوا، والله العظيم الحقيقة ما اكتفوا بالتعاطف، تحول إعلام الإخوان إلى محققين دوليين بالحادث. الحقيقة أنه الصادم في حريق الكنيسة هو أن الحريق كان ناتج عن خلل في مكيف، لا في تكييف ولا يحزنوا تكييف، لا تكييف ولا ما تكييفهاش. السبب مكيف جميل جدا. الحكاية باختصار أن الكهرباء قطعت على الناس في الكنيسة وهم بيعملوا القداس، أوتوماتيك راحوا مشغلين المولدات. مكيف حصل فيه خلل، المهم حصل يعني لخبطة ما بين قوة الكهرباء وتحمل المولد، فالمولد انفجر ولعت في لحظة. فده باختصار يا باشا. يا عمي هلأ مكيف ولا مش مكيف، كهرباء الدولة أو كهرباء المولد، هذه تفاصيل، مش هون السؤال. وين السؤال أبو السوس؟ يعني هو السؤال فين إمكانيات الدولة؟ لا عندنا أنظمة إطفاء، مفيش طفاية حريق، ولا عندنا أنظمة تقصي حرائق. فين الدولة؟ فين قوات الحماية المدنية؟ فين مؤسسات الدولة؟ طب فين الدولة؟ ولم نسمع حتى هذه اللحظة عن دولة حازمة وحاسمة تقول سيتم إقالة فلان أو تم إقالة فلان الفلان. هي كده مصر كده، يعني الدولة الشمولية كده، ما هي دي مصر. دولة دي؟ برافو، هيدا حكي، هيدا حكي. مأساة الكنيسة مادة سياسية للتحريض على النظام، منضيع هيك فرصة؟ من حيث المبدأ برافو، بس مش هيك بيكون التحريض. أين الدولة ومش أين الدولة يا حبيبي؟ ما أنت عارف أنه ما في دولة بمصر. بدي أبو السوس سقف أعلى، بدي استثمار أفضل لهالحادثة، بدي دراما، مش هيك؟ لماذا حصل حريق الكنيسة ومن يقف وراءه ولأي أسباب؟ أتمنى أن يكون سبب الحادث شيء عفوي وليس شيء ثاني من صنع النظام للتعتيم على مشاكل أخرى في مصر، تعتيم على مشاكل زي سد النهضة ولا تنظيم القاعدة. يعني في احتمال كبير أن يكون حادث مدبر من الحوادث اللي هي بيستعيلها المخابرات وبيستعيلها الأمن عشان خاطر يغطى أحداث كسد النهضة والأحداث اللي حصلت في سيناء. هيك بيكون الاستثمار، هيك بتستثمر مأساة، وهيك بيكون التحريض على النظام، مش إنه دولة وأين الدولة. الحادث مفتعل، شغل مخابرات. سخن يا باشا، سخن سخن. صدقنا أنه في مأساة نستثمر فيها وننفخ فيها؟ أعطيني بعد، زدني علما. عشان بس زي ما أقولك كده، ربنا سبحانه وتعالى علامات وآيات تقولك أنه أهو أنت كنت يعني معلش إخواننا المسيحيين كانوا بيأيدوا النظام، وأنت ما فيش بقى لا مؤيد ولا معارض، لا مسلم ولا مسيحي. الكل يكتوي بناره. الكل يكتوي. معلش يعني مش عاوز أقول لا سمح الله تستهدوا الحرق بسبب موقف الكنيسة من نظام مرسي، لا، إنما الشيء بالشيء يذكر. إنه ما فهمت، هلأ الوقت المناسب برأيك للبحث بموقف الكنيسة المصرية من النظام؟ عشوائي رح تقلي الحريق هو عقاب إلهي للكنيسة على موقفها من نظام مرسي. بس يمكن أبو السوس يعني ما بتعرف، في إشارات أنا وإنت ما منشوفها ولا يراها إلا الراسخون في العلم ومن امتلأ قلبهم بالإيمان. ما بين ذكرى مذبحة مرت عليها 9 سنوات لذكرى اليوم يموت فيها أكثر من 40 مصري أيضا محترق. كل التعازي لأسر الضحايا والمصابين وكل الدم غالي اللي ماتوا في الكنيسة النهاردة، وحتى اللي ماتوا في مسجد ربعة في نفس اليوم من 9 سنين. الجرح بيتجدد النهاردة، وشاء ربك سبحانه وتعالى إن إحنا نصحى النهاردة. النهاردة ضحايا الكنيسة ومن 9 سنين ضحايا في ربعة. أنا شايل هم ذكرى ربعة، فتطلع لي مأساة في نفس اليوم. سبحان الله، فعلا سبحان الله. أيعقل إنه ما حدا يشوف هذه الرمزية؟
هذه الإشارة السماوية، وحدة الدم بين رابعة من 9 سنين وكنيسة أبو سيفين. وأصلاً الإخوان أبو الصوص معروف خلال السنوات الماضية أثبتوا بما لا يقبل الشك الحرص الشديد على الكنيسة وعلى المسيحيين المصريين والأخوة والمواطنة المصرية. شوف، أقول للكنيسة والله ثم والله، لو تآمرتم واتحدتم مع الفلول على إسقاط مرسي سيكون لنا شأن آخر. نقول أقول للكنيسة، الخط الأحمر الذي عندنا هو شرعية الدكتور محمد مرسي، اللي هيرشها بالمية هرشه بالدم. وبعد زوال حكمهم أظهر الإخوان وأنصارهم أشد ما لديهم من كراهية وبغضاء للأقباط والكنائس، حيث قاموا بتدمير 66 كنيسة ومنشأة قبطية وصولا إلى الاعتداء الإرهابي على الكنيسة البطرسية في العباسية الذي راح ضحيته عشرات القتلى والمصابين. قلبك بيكبر لما تشوف أبو الصوص هذا المستوى من الأخوة والحرص والسماحة. من صوته؟ صوته بنقط بنقط هيك سماحة. عندنا طلع يعني سوبرانو. هلأ اللي هيك تصرف مع المسيحيين لما ثار الشعب ضد مرسي، هلأ جاي اليوم يتعاطف مع المسيحيين أو جاي يتاجر بدم المصريين وبدم ضحايا الكنيسة ويحرض على الفتنة بمصر؟ أي وحدة؟ محاولة قتل الروائي البريطاني الهندي سلمان رشدي تنفيذا لفتوى الخميني أعادت طرح جملة من النقاط المهمة بالتعاطي مع ملف الإرهاب والقتل وإيران. موضوع مهم بيستاهل كلام جد. أول شيء بيلفت بالموقف اللي أو بالمواقف اللي تناولت محاولة اغتيال رشدي هو الموقف الأمريكي، موقف الإدارة الأمريكية وتحديدا موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن اللي ما أشار ولا أي إشارة ببيانه لفتوى القتل لفتوى الخميني بقتل سلمان رشدي بسبب كتاب آيات شيطانية، ولا ما حكي ما اعتبر مش موجود الموضوع. حتى لما تبين لاحقا أن المهاجم متعاطف مع الحرس الثوري ومع أفكار الثورة الإيرانية ستيل لحد هلا ما في عنا موقف له علاقة بإيران. حتى بعد ما تبنى أكثر من طرف جريمة محاولة القتل واحتفل فيها بإيران وبخارج إيران زاد الموقف. حكم إعدام سلمان رشدي چون متکی به آیات الهی است، مثل آیات الهی مستحکم و غیر قابل خدشه. نعم، نحن نؤيد ما قام به ابن مطر، هذه مطر، نحن نؤيد هذا الحكم أو نحن نؤيد هذا الفعل. مع تطبيق الفتوى أو ضد تطبيق الفتوى؟ مع فتوى القتل. لو قام مسلم ونفذ فتوى الإمام الخميني بالمرتد سلمان رشدي لما تجرأ هؤلاء السفلة من أن ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عمل بطولي، هو قام بهذه العملية لأهداف إسلامية، لأهداف انتقامية. فتواي انقلابي امام راهل عظيم الشان همچنان زنده است، غير قابل تغيير است، وبفضل خدا واجب الاتباع وتغييرنا. وكل من يتمثل بسلمان رشدي ويدافع عنه انا اتصور بان هذا يجب ان يكون مصيره لكي لا تتكاثر هذه النوعيات من البشر. تبني علني للجريمة قبل وقوعها وبعد وقوعها، تحريض عليها لسنوات ثم ترحيب فيها بعد وقوعها والتنظير لها وتوظيفها للحض على المزيد من القتل. الإعلام الإيراني الرسمي خصوصي جريدة كيهان اللي بيعين المرشد شخصيا رئيس تحريره عملت الاحتفال الأكبر بمحاولة القتل، حكيت كلام عن المهاجم كأنه أحد القديسين، كأنه أحد المرسلين لتنفيذ مهمة إلهية مقدسة. بعد كل هول ولا صوت رسمي أمريكي يربط بين الفتوى وبين محاولة القتل. يعني ما كان ما في فتوى. المفارقة الثانية إنه هول نفسهم اللي احتفلوا بمحاولة قتل رشدي كمان رجعوا قدموا نظرية ليه ممكن إسرائيل هي اللي تكون واقفة وراء محاولة
قتل سلمان رشدي. تفضل. أبدى مستشار فريق التفاوض النووي الإيراني محمد مراندي في تغريدة في تويتر استغرابه من تزامن الهجوم مع قرب إحياء الاتفاق النووي. ربما الموساد الإسرائيلي أراد أن يقوم بهذا العمل لكي يعني يخربط عملية التوافق أو القرب الوصول إلى توافق من هنا وهناك. هي زيادة فقط للضغط على الجمهورية الإسلامية للقبول بالشروط الأمريكية. طب يا خيمة، أنتوا من أول ساعة احتفلتوا ورحبتوا وطبلتوا وزمرتوا ورقصتوا، كيف هلأ صارت أنه إسرائيل مثل دايما على كل يعني يتهم خصوم إيران بأنهم عملاء لإسرائيل؟ لما ينقتلوا بيطلع مين يقول إيه بس إسرائيل قتلتهم لتعمل فتنة أو لتخرب هالشي أو لت... هيدا بيفرجيك نمط من التفكير، نمط من التضليل والتشويه، نمط ثابت بكل الجرائم. معظم من خونوا من قبل إيران وجماعة إيران وجرت بحقهم حملات ودعوات القتل وقتلوا، طلع مين يقول إنه إسرائيل قتلتهم. يا سيدي أنتوا عم تتبنوا الجريمة قبل وقوعها، كيف إسرائيل؟ وإذا إسرائيل عملتها كيف منفسر هالتقاطع؟ كيف منفسر هذه الاحتفالات بالتصريحات وبالإعلام وإلى ما ذلك بموضوع عملته إسرائيل؟ طيب لليوم تتكرر الإشارة بالإعلام وبالتصريحات الأمريكية لأنه اللي عملوا جريمة 11 أيلول 2001 هن السعوديين، بينهم 15 سعودي، رغم الموقف السعودي الواضح من الإرهاب ورغم أنه التنظيم اللي نفذ الهجوم يكفر النظام السياسي السعودي ويعمل لإسقاط الدولة السعودية علنا، مع ذلك تتكرر الإشارة للقول ضمنا بأن السعودية مسؤولة عن 11 أيلول. بالمقابل أمام كل هذا الانحياز العلني الإيراني لقتل سلمان رشدي، وأمام كل هذا التحريض الإيراني المستمر لعقود، وأمام تجديد الفتوى ورفع قيمة الجائزة لمن يقتل سلمان رشدي، المسؤولين الأمريكيين بيحكوا عن الموضوع وما بيجيبوا سيرة إيران، ما بيجيبوا سيرة الفتوى. يا أخي اترك لي كل التحليلات على جنب ومسؤولية إيران، أمه للمهاجم، والدة المهاجم بتقول ابني تغير بعد زيارة سنة 2018 إلى لبنان وتحول لشخص انطوائي ومتدين. هذا التحول كيف حصل بلبنان؟ أكيد مش بسبب احتكاك هذا الشاب ببارات وملاهي ومسابح لبنان. معروف وين؟ معروف وين شاب مثله بتغير عقله، شاب عمره 24 سنة، يعني بوقتها كان عمره 20 سنة بال 2018. هذا شو بيعرفه بسلمان رشدي؟ في حدا جنده وشجعه ودفعه وقال له في فتوى وهي بتفوتك على الجنة وهي بتطلعك ما بعرف شو. وهالحدا مش بعيد عن الجهات اللي احتفلت ومش بعيد أكيد عن إيران. بعد كل هالشي ما في أي ذكر لإيران بالتناول الرسمي الأمريكي. طيب هل هذا شيء طبيعي؟ أكيد مش طبيعي. هل هذا سبب للمزيد من الشكوك والسلبية بالعلاقة مع واشنطن؟ أكيد هذا سبب. التشهير بدول سنية بالمسؤولية عن الإرهاب رغم أنها هدف للإرهاب، والتغاضي عن دولة شيعية ترعى علنا الإرهاب، بيطرح 100 سؤال حول موقف أمريكا من هالملف، خصوصي أنه أمريكا وإيران شركاء بالتشهير بدول محددة، مثل لما حصلت جريمة مثلا قتل صحفيين بصحيفة شارلي إبدو، إيران أدانة الهجوم. تخيلوا، إيران كانت في طليعة الدول التي استنكرت الهجوم على صحيفة شارلي إبدو في باريس وأوقع 12 قتيلا، حيث اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية أن أي عمل إرهابي يستهدف أبرياء غريب عن فكر وتعاليم الإسلام. طيب شو الفرق بين شارلي إبدو وبين سلمان رشدي؟ شو الفرق؟ الفرق أنه إيران تريد أن تكون شريك بالتشهير بالإرهاب السني وتحمله فيما بعد لدول محددة وتعمل تبييض سمعة أنه هي ضد الإرهاب أمام الجمهور الغربي، بس بذات الوقت تحتفظ بحق ممارسة الإرهاب الشيعي كما حصل مع سلمان رشدي. أمريكا واقعة بهذا الفخ
وواقعة ومكترة. نهاية الحلقة، تصبحوا على خير.